فقرتنا التالية كمان جدا مهمة، رح نحكي فيها عن موضوع صار شائع كتير بين الناس، المحليات الصناعية زينب، أو حتى بدائل السكر مثل ما تسميتها، اللي هو طبعا متبع من قبل يمكن مرضى السكري أو حتى كتير من الأشخاص اللي بيسعوا دائما للوزن المثالي أو حتى إنقاص الوزن. شو مدى أمانة وكيف استخدامها الصحيح وغيرها من الأسئلة رح تجاوبنا عنها الدكتورة هيا شجاع وأخصائية التغذية. بدنا نقول لك صباح الخير. صباح الخير، أهلا كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح يا رب. يسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي. بدنا نسالك عن اول شيء، بما انه المحليات الصناعيه هي اكثر شيء بتاثر على الاطفال وبيرغبوها الاطفال بكل الماكولات حتى معجين الاسنان اللي فيهم يمكن طعمات معينه، خلينا نحكي اول شيء عن ريحتهم طيبه، سلامه هالمحليات الصناعيه، كيف فيها الام تتاكد قبل ما تشتري اي شيء؟ هلا اول شيء نحن بالنسبه للطفل في عنا قاعده انه نحن لازم دائما ما نخليه يتعود على طعم الحلو، تمام؟ يعني حتى نحن انا بنصح دائما الام انه هي تساعد ابنها انه تفوت له الخضره قبل ما حتى تفوت له الفواكه على غذائه، لما نعوده انه بس يتقبل الطعم الحلو ويبعد عن الطعم اللي الاطفال طبعا غالبا ما بيحبزوه اللي هو طعم الخضره وهدول. فمشان هيك نحن بننصح دائما انه حتى لو مو انه يفوتوا له سكر صناعي، حتى لو بدنا يفوتوا له سكر طبيعي، لانه الطفل تحت عمر 3 سنين ممنوع نحن نفوت له السكر الصناعي. فمنشان هيك يعني حتى بالسكر الطبيعي لازم تكون كمياته قليله لما نسبب اي ضرر للاطفال. وبدي احكي على قصه معجون الاسنان اللي قلتي لي عليها. فمعجون الاسنان كمان حتى استخدموه بالمسكه مرات لتجنب تسوس الاسنان. مزبوط. هلا الشيء كثير المهم انه خلينا نحكي امتى بيكون في ضروره جدا لاستخدام هي المحليات واستبدالها عن السكر اللي متعودين عليه، امتى بيصير في ضروره سؤال او حتى للكبار؟ تمام، هو لا يعد كضروره قصوى طالما نحن فينا نبعد عن السكر الطبيعي، بس هو يعد صناعه كثير مهمه بالنسبه لاذا كنا نحن بدنا ننحف حالنا، اذا كنا نحن بدنا نخفف من سعراتنا الحراريه لمرضى السكري. هو يعني جاز جدا عظيم لمرضى السكري اللي بيحبوا طعمه الحلو لما ينحرموا من طعمه الحلو، وبنفس الوقت يعني هو بجنبنا من تسوس الاسنان بالنسبه لكثير عالم بيعانوا من تسوس الاسنان. فهو يعني انا كثير بحبه وكثير بفضله اكيد، وطبعا بكميات محدده بحيث ما يتجاوز كثير كميات، لانه مثل ما بنعرف كل شيء زاد عن حده الا بضده. اكيد. خلينا نحكي لك عن الفرق بين المحليات الفواكه والمحليات الصناعيه كمان. تمام. هلا نحن في عنا مجموعه من المحليات الصناعيه، بس انا حاحكي عن المحليات الصناعيه الموجوده عنا بسوقنا، مثل في عنا الاسبارتام، في عنا السكرين، في عنا السكرالوز، في عنا اللي بيستخدموهم بالكولا يلي هي اسيتيل، يلي هي اسيتيل سلفيتيم، البوتاسيوم اللي هي بحطوها كمان مرافقه مع الاسبارتام بحيث انه بالكولا دايت، تمام؟ مشان وقتها نشربها نحن ما تسمننا. وفي المحليات الطبيعيه يلي هي الفركتوز، الفركتوز هي جايه من الفواكه من الفروتس يعني، تمام؟ فهو الفركتوز بحلي كثير اكثر من السكر، بس هن الاثنين عندهم نفس السعرات الحراريه، الفركتوز والسكر الطبيعي عندهم نفس السعرات الحراريه، بس لانه بحلي اكثر من السكر فنحن ما بنحتاجه بكميات كبيره مثل ما بنحتاج السكر الطبيعي، من هيك بنستخدمه بكميات اقل، مشان هيك في عالم بتنصح فيه لانه ما بنضعه بكميه مثل ما بنحط السكر، فما بيرفع لنا السكري بالدم عنا مثل ما السكر الطبيعي بيرفعه. نعم. خلينا نحكي كمان اليوم قد ايه هي يمكن المحليات الصناعيه او السكرين او ايا كان اسمها، قد ايه بتشوفي اليوم انه هي لها دور كثير كبير بانقاص الوزن وبتصير يمكن اسلوب الحياه، اسلوب حياه مع الشخص انه هو يستبدله بهذا النوع من السكر؟ تمام، هي لها دور كثير كبير، وانا كثير بفضل قلت لك في عالم مدمنين الطعمه الحلوه،
يعني روح قلبهم بيقولوا لي انا بقدر اعمل كل شيء الا استغني عن ما السكر. اكل سكر الا انه ما اكل شوكولا الا انه كذا. فهي بديل جدا مهم لتخلينا نخفف من سعراتنا الحراريه. يعني مثلا حاعطيكي مثال انه نحن معلقه السكر الصغيره تبع الشاي اللي هي بتجي تقريبا من 4 جرام ل 5 جرام هي يعني معلقه السكر بتعطينا 16 سعره حراريه. فنحن مثلا يعني كمان تشبه بعلبه الكولا بيجي تقريبا عندنا 8 معالق صغار من السكر تقريبا بيعملوا لنا 130 سعره حراريه. فتخيلي نحن خلال يومنا معناتها قديش ممكن الشخص اللي بيحب السكر انه يستخدم سكر، وقد ايه ممكن المحليات الصناعيه تجنبنا من سعرات حراريه مضافه لغذائنا وتعطينا الطعم اللي بنحبه. بس طبعا بدي ارجع عيد بكميات محدده لانه كل شيء زاد عن حده قلب. خلينا نعرف شو هي اذا كثر من استخدام هي المواد فشو هي الاضرار يلي ممكن يوقع فيها؟ تمام. هلا اضرار المحليات الصناعيه هي بصراحه اقل من اضرار السكر الطبيعي حتى لانه هي لها فوائد اكثر. نعم. تمام. فهو الاضرار اللي ممكن يقع فيها اذا تجاوز كميه كثير كبيره، طبعا كل نوع سكرين وله كميته المناسبه. مثلا في عندنا الاسبارتام هو تقريبا بده يجي 50 ملي جرام لكل كيلو جرام واحد باليوم الواحد، يعني تقريبا ما في شخص يحسن يصل لهالكمية لأنه هي تقريبا تعادل 25 علبة كولا، وما حدا باليوم الإنسان الطبيعي ما حدا حيشرب 25 علبة كولا. وحتى كل شيء هلأ ايه تمام هلأ هيك ما عاد يشربوها. فكمان عندنا أنواع أخرى قريبة من هاي الكمية، يعني أقل من كمية الإسبرتام حتى، بس يعني كتير نادرا ما شخص يقدر حتى يتجاوز هالكمية. أكيد. طب خلينا نحكي شوي، هلأ كل شيء مكتوب عليه دايت وفي سكر بيكون فيها، كيف الواحد يعرف مثلا دائرة مثلا المواصفات شو محتوي؟ قصدك على المنتج؟ ايه على المنتج. أوكي. أغلبية المنتجات بيكتبوا لنا مرات بدون إضافة سكر، تمام، او مثلا للدايت او لايت، فكل كلمه هي تختلف عن الاخرى. بس وقت يكتبوا لنا بدون اضافه سكر نحن لازم نقرا، يعني نقلب المنتج ونقرا على الجدول وعلى المكونات من وراء، لازم نشوف انه هن كاتبين محليات صناعيه او فعلا بدون سكر، او مثلا بيكون السكر مكتوب هو كاخر مكون عنا بالمنتج. لانه دائما بالمكونات انا دائما بقول لهم انه لزبايني انه ديروا بالكم اقروا على المكونات، لانه اول مكون بيكون مكتوب على المنتج هي بيكون هذا المنتج كثير وفير فيه، واخر مكون مكتوب بالمنتج هو بيكون اقل شيء. هلا الشيء اللي يمكن كثير عم نشوفه كثير من الحميات عم يعتمدوا انه يقطعوا السكر بشكل نهائي او حتى يستعيدوا عندهم بعض المنتجات الدوائيه يلي هي يمكن بتخفض نسبه السكر. هذا الشيء قد ايه هو ممكن يكون خطر على جسم الشخص؟ وصحيح احنا ممكن نقضي يمكن شهر كامل بدون ما ندخل معلقه سكر او اي نوع حلو لجسمنا؟ تمام. هو في كتير فرق كبير بين السكر وبين النشويات، لأن هي السكر تعد نشويات، بس إذا قطعنا السكر هذا لا يعني إنه نحن قطعنا النشويات، لأن النشويات موجودة بكتير عناصر غذائية مثل الخبز، مثل البطاطا، مثل الرز، مثل المعكرونة، البرغل، ففي كتير مصادر من نشويات. بس الفرق بيناتهم إنه في شيء يحتوي على سعرات حرارية أكثر من شيء تاني. يعني مثل السكر، معلقة سكر هي تعادل تقريبا نص رغيف خبز. عرفتي؟ فنحن من هون بنحاول انه نحن نتجنب السكر اللي هو بيعطينا كثير سعرات حراريه وننتقل لشيء افضل منه، وحتى امتصاصه بالجسم بيكون افضل. طبعا انا حتى بقول لهم على الخبز يكون في الياف، في شوفان مدعم، لانه بيكون حتى امتصاصه بالجسم احسن وبيحسسنا بالشبع اكثر، بحين السكر امتصاصه عم بيكون جدا سريع بالجسم، عم يرفع لنا السكر بشكل كثير سريع. خسارته صعبه يمكن. وخسار لا هو تماما، يعني هي خساره الاثنين صعبه، بس طالما نحن عم ندرس الكميات فما في شيء صعب وما بيزيد وزن طبعا حسب الكميه. هيا في كثير من الصبايا هلا مشان يحافظوا كمان على وزنهم بما انه في صيف وفي فواكه فبيلجأوا للفواكه بدل الحلويات.
حتى انه يعني يكون شيء طبيعي او سهل الحرق مثل ما بيقولوا. صح. فكمان الفواكه في كميات محدده لازم ياكلوها؟ في شيء بتعدوا عنه اكثر من شيء؟ بس خبرينا. اكيد الفواكه، حتى الفواكه بقول لهم لانه هي فيها سكريات طبيعيه طبعا، والسكريات المنيحه مو المضره، بس هي كمان مثلا كمريض سكري بتاثر كثير عليك ارتفاع السكر بدمه. فنحن دائما بقول لهم اي فواكه حسب العامل الجلايسيمي تبع العامل الجلايسيمي، ما يعني انه ممكن التفاحه ترفع السكري مثلا اكثر من برتقانه، يعني طبعا كل شخص وحسب جسمه. عرفتي كل شخص، مثلا في ناس البطيخ حزين بطيخ ما بيرفع لهم السكر مثل عالم اخرى مع السكري وبترفع له السكر. فدائما الفواكه حتى إلى كميات معتدله نحن لازم نتقيد فيها. هلا هذا الحكي يمكن دكتور متوجه فيه للكبار وللبالغين اكثر، بالنسبه للاطفال وصغار السن اللي بيقولوا هنا يمكن بيحرقوا اكثر من الكبار بحكم الحركه الدائمه، بتشوفي انه نحن كمان لازم ننتبه لكميه السكر اللي بتدخل لجسم الطفل او لا بيقدر ياكل اللي بده اياه والكميات اللي بده اياها وبنفس الوقت لانه هو عم يحرق، يعني احنا مطمنين من هاي الناحيه؟ لا طبعا اكيد ما بيصير نعود الطفل على اكل السكر، لانه اول عارض له بيصير عنده تسوس اسنان، وهذا الشيء كثير بنشوفه دائما الاطفال اسنانهم ملونه بالاسود من قفا اكل السكر ومن قفا انه ما بيعتنوا بتنظيف اسنانهم، والطفل قليل مروي على تنظيف اسنانه، يعني ياما بتلاقيه غفيان ومنفرش اسنانه والاهل لاحقينه ليفرشوا اسنانه. وشغله ثانيه، ما لازم نعوده على الطعم الحلو كثير، لازم نعوده يتقبل الشاي بلا سكر، يتقبل اي مشروب بلا سكر، ما نعوده انه مثلا نعصر له برتقان نحط له كمان معه سكر، حليب كمان معه سكر، لازم نعوده. بس كثير صعب دكتوره هذا الحكي. هي صعب يعني بس بدنا نضغط عليه، يعني مثل الطفل هو لساته هش، يعني ما بيعرف شيء بالحياه، ما بيعرف حتى انه في طعم سكر، فنحن اذا عودناه هيك اخر شيء اجباري مره واثنين وثلاثه حيتقبلها، لانه بالنهايه هو بحاجه لانه ياكل. نعم اكيد. هيا يعني بالختام بدنا نصائح اخيره بموضوع المحليات الصناعيه. تمام، انا بنصح طبعا المحليات الصناعيه لكل مريض سكري بكميات محدده طبعا، للاطفال طبعا اللي عندهم سمنه زائده وهن عن جد انه ما بيتقبلوا ولا اكله اذا ما كان فيها طعمه بسيطه من السكر، بس طبعا يحطوا لهم كميات بسيطه. بنصح كمان اي شخص عنده زياده وزن وبيحب طعمه السكر انه ياخذهم، لانه هن كثير بيساعدوا انه يخففوا من سعراتنا الحراريه. وبدي اقول للمشاهدين انه لا تخافوا منها، بالنهايه هي مثل السكر الطبيعي، ومثل ما قلت لكم وبرجع بعيد انه كل شيء زاد عن حده وقلب ضده، وطالما نحن عم ناخذها بكميات مناسبه فما في اي خطر عليه. تمام، شكرا كثير لك دكتوره ولكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك، واكيد بنقول لكل العالم جسم مثل الاله، قد ما بنحافظ عليها قد ما بتضاين معنا مثل ما بيقولوا. اكيد طبعا. شكرا لك يا هيا.